السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله طيب. ربنا يا رب يرفع عمرك ويحسن عملك يا في رب. طاعة الله جميعا يا رب السامعين والسامعين. لو سمحت حضرتك، احنا فاتحين زي حاجة اونلاين لبيع الادوات المنزلية على النت، يعني على الفيسبوك وكده، وبتأتينا الطلبات على الصور المعروضة، لكن ما بنحددش سعر وما بنلزمش اللي بيطلب السلعة بأي حاجة. يعني هو لو وصلت له السلعة وما عجبتوش وحابب يردها بيردها من غير أي إلزام عليه. طيب إيه المشكلة؟ إحنا هنا بقى، هل ده يخش يدخل تحت بيع ما لا يملك، ولا رأي حضرتك إيه؟ لأن أنت وسيط يعني؟ مش عارف حضرتك تقدر تسميها إيه، يعني هي دلوقتي السلع بتعرض على الصفحة أيا كان، هي السلع كلها منتجات أدوات منزلية. يعني شايف صح المشتري شايف إنه محتاج دي ومحتاج دي ومحتاج دي، فأنا بروح أجيبهم من الجملة وبوصلهم له لغاية مكانه، وبعد وما بقاش في اتفاق على السعر ولا أي حاجة غير بعد ما توصل حاجة عندي وأنا ملكتها ودفعت حقها لا بأس بما قلت، لا بأس بصنيعك. شكرا، الله يكرمك.